في الوقت الذي يتم الحديث فيه عن سعي المبعوث الأممي ولد الشيخ لإعلان هدنة مؤقتة في اليمن خلال شهر رمضان، يبدو من خلال المشهد اليومي في مدينة تعز أن الميليشيا تستبق هذه الهدنة التي قد لا تتم بإشباع رغبتها في القتل والتدمير، إذ حاولت الميليشيا التسلل إلى مواقع الجيش والمقاومة بعد مواجهة عنيفة دارت بينهما في محيط كلية الطب شرق المدينة. باءت هذه المحاولة بالفشل بعد تصدي الجيش الوطني لها، لتلجأ الميليشيا بعد ذلك إلى قصف الأحياء الشرقية للمدينة بقذائف الدبابات من مواقع تمركزها في تبة سوفتيل. عادت الميليشيا بعد يوم من المواجهة لشن هجوم عنيف على مواقع الجيش الوطني في محيط معسكر التشريفات وحي الدعوة في الجبهة الشرقية من المدينة، في محاولة باءت هي الأخرى بالفشل، حيث تمكن الجيش من التصدي لها لتقوم الميليشيا بتغطية انكسارها على أسوار مواقع الجيش ومتارس المقاومة بقصف الأحياء السكنية بالمدفعية وقذائف الهاون، حيث استهدفت وبشكل عشوائي عدة منازل في حي صالح والعسكري ومنطقة المديهين وثعبات. وما بين محاولات تسلل الميليشيا إلى المواقع العسكرية للجيش الوطني والتصدي المستمر لها، يبقى المدنيون والأحياء السكنية الضحية العالقة بين خطوط النار التي لا تطفئها هدنة.